على الوجه الخصوص كونه مختص بمواد البناء والعزل وكل مستلزمات البناء، له من الأهمية بمكان كونه يؤسس لمرحلة إعادة الإعمار التي انطلقت في كل المحافظات السورية، والصناعة تواكب هذه المرحلة بإنتاج شاهدناه بأم عيوننا، إنتاج وطني متميز. هذا يدل على أن الصناعة في تقدم، والأيام القادمة كما كانت في السابق لنا ستبقى لنا. المعرض نسبيا مقارنة بمعرضنا مثل بيلديكس هو معرض صغير نسبيا، عدد العلامات التجارية الموجودة بهذا المعرض تقريبا 55 علامة تجارية، عدد الشركات المشاركة من برا بشكل مباشر في 3 شركات من إيران، مواد البناء بشكل عام، مواد العزل، طاقات البديلة إلى حصة كتير كبيرة بهذه الدورة من المعرض، مواضيع إلى علاقة بكيماويات البناء واللواصق، البايبات والمواد إلى علاقة بالتمديد وبالبنية التحتية، بالكهرباء، برأيي وبالسيراميك، بالمفروشات، أغلب اختصاصات البناء الرئيسية موجودة بالمعرض. نحن نقدم التكنولوجيا الحديثة لحتى يكون إعادة الإعمار بأفضل مراحله، والدولة الصديقة السورية نحن وجودنا فيها مشان هذا الموضوع. نحب دائما نتواجد في المعرض مشان نعرض للناس وللمهندسين والمقاولين وأصحاب المشاريع المنتجات اللي موجودة عنا. دائما في شغلات جديده، الاسقف المستعاره، البلاستيك، الجدران عازل للرطوبه للحراره، في بديل الرخام، هذا صنف جديد نازل منزلينه نحن على السوق الله جديد، وفي بديل الحجر طبعا تلبيس خارجي، هاي الاصناف الجديده اللي هلا نازلين فيها يعني.